يحتل مجالا جغرافيا متميزا الهوامش الشماليه الغربيه. كان هذا الندوه موضوعها هو تمحور حول ظاهرة التخريب التي أضحت مواقع الأثري للفن الصخري عرضة له في هذه السنوات الأخيرة، وأمام هذا النزيف المتواصل المستمر والتواتر ديال عمليات التدمير والتخريب، فجمعية أمنير مشكورة بالإضافة لمجموعة من الفعاليات والأساتذة الباحثين والمهتمين والجمعويين التأموا في هذا الندوة على أساس أنهم يشخصوا الواقع المزري الذي أصبحت هذه المواقع الأثرية للفن الصخري عرضة له. ومن ضمن أهم العوامل اللي تطرقنا لها واللي صراحة تؤدي إلى تخريب هذه المواقع هو العامل البشري باختلاف أنواع مسبباته، فمن استغلال ديال هذه المواقع كمقالع عشوائية للحجارة إضافة إلى بعض مشاريع البنيات التحتية التي لا تحترم دفاتر التحملات فيما يخص دراسات الجدوى والتأثير التي دمباكت. أيضا هناك عصابات سرقات الآثار التي تقوم بسرقة بعض اللوحات الصخرية الفريدة، ثم أيضا هناك تخريب غير متعمد من طرف بعض الأطفال مثلا أو الرعاة في بعض المواقع. حاليا عدد المواقع اللي اتصلوا لها الباحثين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين واللي تعرضت للتخريب، أقصد مواقع الفن الصخري اللي تعرضت للتخريب في هذا العشر يعني ما بين سنتين 2012 و2022، فحاليا العدد اللي عندنا موثق هو 66 موقع. تتراوح درجات التخريب بين تخريب كلي وشبه كلي الى جزئي. من ضمن المداخل الحمايه فاحنا تنقترحوا المدخل الاول المتعلق بتشريعي قانوني، يعني يجب تحديد الترسانه القانونيه. مدخل مؤسساتي بحيث انه يجب تدبير الموارد البشريه واغناؤها بالنسبه للقطاع المتدخل لوزاره الثقافه التي تعد من اضعف القطاعات من حيث طبعا مناصب الشغل. اذا يجب تدبير او الحكامه في تدبير الموارد البشريه للوزاره، فكيف يعقل ان في الوزاره متخصصين في الاثار وفي الفن الصخري ويتم تعيينهم في مناصب بعيده كل البعد عن تخصصاتهم؟ اذا يجب على الحكومه ان تفكر جديا في زياده الميزانيه المخصصه لقطاع الثقافه وخصوصا مديريه التراث الثقافي، باعتبار ان المنتزه الوطني للنقوش الصخريه، المحافظات الجهويه، المفتشيات الجهويه التي منوط بها دور الحمايه لا تتوفر على امكانيات بشريه ولا على امكانيات ماديه ولا لوجستيه. المدخل الثاني التوعيه والتحسيس، الاعلام، قطاع التربيه والتكوين، ثم المجتمع المدني يجب ان تتضافر جهودها من اجل القيام بهذه العمليه. ثم المدخل الرابع هو التثمين وإعادة الاعتبار، فالتثمين في إطار مثلا السياحة الثقافية وخلق مدارات سياحية من شأنه أن يوفر مدخولا إضافيا للساكنة التي تقطن به جوار المواقع وبالتالي ستقوم بحمايته. لتعميق النقاش حول هذا التراث الإنساني. الآن أعطي الكلمة للسيد البروفيسور عبد الواحد الأملي والذي هو أستاذ باحث متخصص في الآثار والتراث، فليتفضل سيدي فوزي وشكرا.